مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن مع هذا السيد اللي بسبب عرق في الراس ديالو مبقاش كيشوف نهائيا بعينيه، العين ديالو تسدات، محتاج لعملية مستعجلة بمبلغ 8 ديال المليون، حيت هاد الناس جراو مشاو للميريزكو ومشاو للعشرين غشت، ولكن للأسف هاد العملية ما كايناش في سبيطارات ديال ميريزكو وسبيطارات ديال الدولة. دابا قالوا لهم يا إما في السويسي في الرباط أو لا في كلينيك، وهذه العملية كتقام في كلينيك ب 8 ديال المليون. نداءنا هنا كنوجهوه لأي واحد قادر يعاون هذا السيد الله يجازيكم بخير باش يدير هذه العملية، حيت كيف ما سمعتوا كيمشيو لميريزكو كيمشيو 20 غش كيقولوا لهم ما كاينش. دونك الله يجازيكم بخير، اللي في الاستطاعة ديالو أنه يتكلف بالمصاريف ديال العلاج 8 ديال المليون ديال العملية لهذا السيد، أولا شي واحد من مدينة الرباط، شي طبيب أولا شي محسن أولا شي واحد في مدينة الرباط في مستشفى السويسي يتواصل مع هذا السيد باش انه يدير هذه العمليه، حيت دابا حتى العيال الاخرى حتى هي ولا كيوقع فيها نفس المشكل ديال العيل اللي دابا كيف ما كتشاهدوا معنا تسدات بشكل نهائي. الله يجازيكم بخير، سمعوا المعاناه ديال هذا السيد وساعدوه في العلاج. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. شنو وقع لك؟ عاود لنا شنو وقع لك. أختي كنت تنبريكولي مرة مرة تنبريكولي، مرة تجيب الله مرة بتجيش الله، وهادشي قدروا لي الله بعينيا، ومشيت لبيريزك ومشيت شنو لعشرين. علاش وقع لك هكا في عينك؟ شنو المرض اللي عندك؟ شنو قالوا لك؟ قالوا لي واحد العرق مقطع لك هنا، تمشي لك مقطع لك، ولي تاري لك العين، ولي عطيك صداع على راسك، ولي طيح لك العين هنا، وهاد العين الاخرى تي بدات نشوف فيها الضبابة، وما تنعش في الليل، وهادشي قدروا لي الله وصافي. هادشي كتحس كامل بالالم؟ شو عرفنا المعاناه ديالك؟ قلتي انا ما كتنعش الليل كامل. ما تنعش، يعطيني الصداع، هاد الالم كله، ولا بحال شي حاجه تتخلينيش الناس الليل كامل، تبقى عاطي الصداع ومبرزط، وهادي هادشي قدروا لي الله، واللي بغى يدير معايا داكشي بسبيل الله. السبيطارات ديال كازا فاش مشيتي عندهم شنو قالوا لك؟ قالوا لي ميريزكو عاونوني شنو؟ شي ناس شي محسنين عاونوني، دوزت واحد الراديو الاخر هذاك ديال ار ام، هو الاخراني هو اللي غادي يشوف بيه لي هاد العرق، بما راه مقطع لي هاد العرق هذا، هو اللي طيح لي العين، وصيفطوني في كاين هاد الراديو هادي، صيفطوني الرباط، هو اللي كاين في الرباط، قال لك الراديو هذا كاين في السويسي في الرباط، والكلينيك وكاين في كنينيك، كاين في كنينيك، وطلبوا له 8 المليون. واحد السيد ما عنديش، حسبي الله شريف، صح. قلت لي حتى في الخدمة ديالك يعني كنت كتخدم غير كتبريكول ماشي شي تنبريكولي خدمة؟ مرة تجيب الله مرة ما تجيش الله، مرة تنخدم بريكولي هنا في الموقع ديال المارشي القديم، مرة تنبريكولي مرة تجيب الله مرة ما تجيش الله، وتشي قسموا لي الله، حمدنا الله وشكرنا لي باي قال لي اللي خلص ربي انا احسن منك دير الله في سبيل الله شي خير وصح. شريف، فاش سمعتي بان في السبيطارات ميريزكو 20 غشت والسبيطارات ديال الدوله اللي كاينين في كازا ما كايناش هاد العمليه، يعني تصدمتي؟ يعني تصدمت. كان عندك امل في العلاج وانك كان كدير عندي العمليه الامل في في كازا وفي العلاج السبيطارات باش ديال نتعالج الدوله؟ هنا ونداوى هنا في ميريزكو، هكا ملي قالوا كتصدمت وتبرزت، وعاد ما زادني الحال، وليت تعطيني الصداع، ما تنعش ليل كامل، وانا مبرزت، والراس اللي بدي تعطيني الصداع، وهاد العين هادي ما تشوفش فيها، وهاد العين تي عطاتني الضبابة، والله اللي عالم بيا. يعني غير الناس المحسنين اللي ساعدوك باش انك درتي دوك التحاليل ودرتي دوك لي عاونونا رين؟ شي ناس هما اللي عاونوني، شي قسم الله بشي حاجة قليلة، هي باش درت التحاليل، هي باش درت الراديو، ودازوا لي داك التحاليل، داروا لك الراس، داروا لك الشي ديال القلب، السبطة ديال القلب، داروا لك الراديو، ليريم هو اللي بين لهم داك العرق. ومن مشينا للكلينيك قال لك السيد هادشي العملية تدير 10 المليون 8 المليون، وكاينة في كنينك وكاينة في الرباط هي اللي كاينة، يعني هاد العملية دابا كاينة يا إما في وقال لك مازال الكلينيكا تخلص مبلغ ديال 8 المليون، يا إما في السبيطار ديال الرباط السويسي. اما في كنينك اما في سويسي، قال لك طلب تخلص 8 المليون 8 المليون، ومازال دير راديو اخر عاوتاني من غير هذاك ليرين. شنو النداء ديالك دابا الشريف؟ انت باغي غير العلاج، بغيتي غير صحتك؟ وانا صحيح نتعاونوا مع الوالده مسكينه، مرا كبيره وما كبير والله هادشي شنو كاينه. النداء ديالك؟ شنو تبغي تقول للمحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن وقادرين انهم يعاونوك باش دير هاد عاوني في العمليه؟ سبيل الله اختي، الله اللي يعاوننا ويعاون جميع المسلمين اختي. النداء لشي واحد في الرباط يتدخل ليك يدي الدوسي ديالك ما للسويسي، كرهناش شنو اختي، تبغي تقول لهاد السيد؟ ما دابا هاد كرهناش، ما السيد كرهناش شي واحد يتعاون معانا بحالكم، الله يجعل ربي يكثر خيره، والله يجعل ربي ينصره، تحنا راه شرفاه ولاد الناس، تحنا تنديروا الخير يعني يا انت شرفت سامي. قلبات حياتك، كنتي بصحتك كنت خدام حياتي مع الوالدة شوية، وكنت
تقسم لي الله هادشي هذا، الحمد لله. الحمد لله الرقم حتى ديالك الشكر. الشريف ديال التليفون شحال الرقم ديالك؟ عندي دير 06 اها 65 66 95 94. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشاهدوا معنا، هاد السيد هذا بسبب العرق في الراس اللي تقطع ما بقاش كيشوف، عينيه تسدات، محتاج لعملية مستعجلة بمبلغ ديال 8 ديال المليون، اولا شي واحد شي محسن اولا شي حد يدخل ليه في مستشفى السويسي اللي كاين في الرباط، يشوفوا تما، حيت كاين العملية كدار وقيلة مجانا، حيت مستشفى ديال الدولة في الرباط فابور، في يمكن الرباط ولا في الكنيت. هي كتخلصي شي نسبة. اه ما عنده لا راميد لا لامو لا لا سينيسيس لا حتى شي حاجه، يعني غير بعدا غتكون قل من 8 المليون. هادشي جاني زعما جاني ما عند الله وصافي. الله كان شي واحد وقف معاه في السويس. الله يرحم الوالدين، الله يقضي معايا الناس، الله يجعل ربي ينصره والله يعطيه صحيحته. ان شاء الله خير الله سبحانه وتعالى كبير. يعني الله يجازيكم. الحمد لله. يعني الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تيفي، تعاونوا مع هذا السيد، بارطاجيو اللايف، هذا السيد ما طالب حتى شي حاجه، طالب غير صحته ويدير هذه العمليه، شي تدخل الناس ديال الرباط في مستشفى السويسي، شي جمعيه اولا شي محسنين اولا شي واحد كيعرف الناس ديال المستشفى يتواصل معاهم يشوف هذا الدوسي ديال السيد. السيد راه ما عندوش الواتساب، عنده غير تليفون عادي. الله يجازيكم بخير السيد، الظروف دابا ديالو الماديه صعيبه بزاف، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا راه غير هذه المرحله ديال التحاليل وهذا الشيء، راه غير الناس اللي ساعدوه دابا طالب، وحتى العمليه المبلغ ديالها هو 8 المليون، ماشي شي مبلغ سهل، ولكن الحمد لله كاينين الناس المحسنين داخل وخارج ارض الوطن. غير هو هذا السيد الرقم ديالو راه فيه غير لي زابيل العاديين وما فيهش الواتساب، الرقم هو 06. ممكن شي واحد هنا في الدار، شي واحد في الدار عنده التليفون، كتكون معنا بزاف. 06 65 66 95 94. قولي لي 06 65 66 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
قناه شوف تي في، راه هو حتى انا رقم اخر فيه الواتساب، هذا الرقم باش نذكر كنحطوه للمساعده فقط، ما كنحطوش لغرض اخر. الناس اللي غاديين يتواصلوا بغرض المساعده يتواصلوا مع هذا السيد ويساعدوه، انسان راه اللي فيه كافيه وما كاينلاش ان الانسان بدا يتفلى. هاد الارقام كنحطوهم للمساعده فقط. وهنا مشاهدي قناه شوف تي في كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في مباشر اخر. بالسلامه عليكم.